أعرب ماتم العجم الكبير عن استنكاره للمحاولات البائسة التي قامت بها قناة الجزيرة القطرية من أجل شق الصف وإثارة النعرات الطائفية بين أبناء البلد الواحد. وأكد ماتم العجم الكبير في بيان أن هذه الحملات الرخيصة من قبل الإعلام القطري زادت قوة ومتانة الشعب البحريني على المضي قدما بمسيرة التنمية والازدهار بقيادة جلالة الملك المفدى.